رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قال ليو تي في إن التصويت على جداول موازنة السنة الحالية لن يتجاوز 9 حزيران المقبل. مجلس النواب استلم الجداول موازنة 2024 وتصل إلى اللجنة من احتمال بكرة إن شاء الله بعون تعالى، وسوف تستمر اللجنة المالية بالانعقاد لحين إكمال إنجاز هذه الموازنة. الموازنة 210 تريليون دينار مقسمة ما بين موازنة جارية بحدود 155 تريليون و55 تريليون موازنة استثمارية. سوف تدرس اللجنة المالية وتحلل بيانات كل من الموازنة الاستثمارية والموازنة الجارية وتحديد مكامن الزيادة التي حصلت وطرأت عليها، كما تراجع توزيع هذه المبالغ وخاصة ما يتعلق بتخصيصات المحافظات وكذلك الوزارات للمشاريع الاستثمارية، ومن ثم في الواقع تقدم تقرير تفصيلي يصف فيه هذه الجداول وما هي التغيرات التي ارتأت اللجنة المالية طرحها وإضافتها إلى هذه الجداول، وتعقد جلسة خاصة لغرض التصويت عليها. حريصين أنه تمضي ضمن بأقرب وقت ممكن، وهي لا تتجاوز 9/6 قبل نهاية الفصل التشريعي.